موجها بحد ذاته داخل الحالة السلفية، يهتم كثيرا بدراسة التيارات الصوفية والشيعة والتشيع، وهو أيضا من الدعاة السلفية الذين أصبحوا يشكلون تيارا مؤثرا في الساحة المصرية، ليس فقط على المستوى الدعوي بل السياسي أيضا بعد الثورة، وهو الجديد الذي سنناقشه في حلقة اليوم من سياسة في دين. يسعدنا أن يكون معنا فضيلة الشيخ محمد عبد الملك الزغبي الداعية السلفي معروف. أهلا بك معنا فضيلة الشيخ. أهلا بك أستاذ أحمد، غاية السعادة لي أنا أن أكون معك، وحفظك الله وبارك فيك. كل عام وأنتم بخير. أنت بخير. دعنا نبدأ مما يحدث الآن في مصر، حالة الاستقطاب الموجودة الآن بين التيارات الإسلامية من جانب، وإذا صح التعبير التيارات العلمانية والليبرالية من جانب آخر، والأحكام أو ما يعرف بالمبادئ فوق الدستورية أو الوثيقة الحاكمة للدستور، رأيك في هذا الأمر؟ طيب، أولا لابد وأن نبدأ بمقدمة لابد منها لكافة المشاهدين والمشاهدات حتى نكون على صدق مطلق ونتحدث بشفافية مطلقة. أيضا أود أن أقول إن الإسلام دنيا ودين يا أستاذ أحمد، بمعنى أن الدنيا لا تنفك عن الدين وأن الدين لا ينفك عن الدنيا، بخلاف المعتقدات الأخرى التي تفصل بين الدين وبين الدولة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتانا بمنهج يحمل حياتنا من شعرنا إلى ظفرنا، من مهدنا إلى لحدنا، وهذا ما ندين لله جميعا به. وحينما أقول إن الإسلام دنيا ودين فإنه يشمل كافة أمور الدنيا وكافة أمور الدين أيضا، والإسلام ما هو إلا إصلاح للبشرية في الأمرين معا. ولذلك فإن التيارات الدينية بكافة أطيافها وصورها تعمل على هذا المنوال وتتقرب لله جل وعلا بهذا المقال وبهذا العمل أيضا. ربما يقول قائل حينما أطرح تلكم المقدمة السريعة، وأين كنتم قبل ذلك ولم تتحدثوا بهذا الأسلوب قبل ذلك؟ قلنا تحدثنا في كتبنا، تحدثنا في محاضراتنا، لكن ليعلم الجميع على ظهر الكوكب الأرضي أنه في زمان غابت فيه شمس الشريعة الإسلامية وتحكم فيه مجموعة من العملاء في مصير الأمة الإسلامية من أقصاها إلى أقصاها ومن أدناها إلى أدناها، كان العبء الأكبر على الإسلاميين، وكانت الضغوط الخارجية سواء من أمريكا، من الاتحاد الأوروبي، من اليهود، من الجميع، كانت أيضا يدفع فاتورتها التيار الإسلامي بكافة أطيافه وصوري، وأنت تعلم ذلك جيدا ولا ينكر ذلك أحد. لعلك لم تصل إلى إجابة السؤال الذي طرحته على سيادتكم في الأول، لكن بما أنك بدأت بهذه المقدمة دعني أقول لك أن التيارات السلفية تحديدا يرى البعض أنها لم تكن لها أي دور سياسي فيما قبل الثورة 25 يناير، بل كانت على العكس دائما وأبدا تقف وراء النظام السابق وتقول نحن لسنا خوارج. حضرتك قلت كده في أحد مقالاتك، نحن لسنا خوارج ولن نخرج على الحاكم بأي شكل من الأشكال. يعني إذا أنتم كنتم تحضون أتباعكم على عدم الخروج على الحاكم. سؤال، أنت طرحت سؤال يا أستاذ أحمد، يبقى تأخذ من الإجابة إن شاء الله على أساس المشاهدين يعرفوا الإجابة. قلت بإذن الله جل وعلا، أنت تعلم أن ما جرى إنما هو من النوازل، والنوازل هذه أحكام ليست سابقة عند الأول حتى نخول فيها، قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم، بل نجتهد طبقا لما جاء في القرآن وفي السنة. وأنت تعلم أن العلماء حينما يجتهدون في النوازل أي في الوقائع ينظرون إلى المصالح والمفاسد، فحيثما كانت المصلحة يكونون معها، وحيثما كانت المفسدة الغالبة أو المتساوية مع المصلحة فإنهم يدرؤونها. ولذلك تتفاوت وجهات نظر أهل العلم. مثلا لو أن جبارا ظالما بطوشا كحسني مبارك مثلا ذاق منه الناس الأمرين، يعني من الإسلاميين من تعرض للسجن والتعذيب وإهدار كذا والعرض وما شابه، ولذلك أقول لفضيلتك تفاوتت الفتاوى في بداية المسألة، لكن لا يمحو ذلك أن الإسلاميين من كافة الأطياف كانوا موجودين، لكن حينما نقول كانوا قلة على اعتبار أن الإسلاميين يمثلون في مصر أكثر من 80%، فبالنسبة والتناسب نقول خرج هذا العدد، وما خرجوا أيضا إلا من عباءتنا، بدليل أنهم استمعوا لنا في محاضرتنا، في دروسنا، في مقالتنا، في كتبنا. يعني خرجوا من عبائكم، زي من قام يرى البعض أن من قام بالثورة هو التيار البسيط، يعني شباب بعديون لا ينتمون لأي من التيارات، وهم التيارات الإسلامية. يعني 6 إبريل بالتأكيد ما خرجتش من عباءة الإسلاميين ولا حركة الكفاية مثلا. يعني سؤال وجيه جدا، هذه طيارات مع احترامي التام لها لا تمثل قاعدة عريضة في المجتمع على الإطلاق، وإن قلت
حتى إن من كان في الميدان في الأيام الأخيرة وأزاح الطاغية زاد على لهم عن 8 ملايين، فضلا عن وجود المتظاهرين في المحافظات العدة زاد على لهم أصلا عن 10 ملايين، قل مثلا 18 مليون، 20 مليون. حينما نظرنا إلى الاستفتاء على التعديلات الدستورية كان عدد هؤلاء بجوار غير المسلمين، بجوار العلمانيين، بجوار الليبراليين، ما وصل إلى 4 ملايين على الإطلاق. إذن لابد وأن نعلم أن الإسلاميين فاقوا العدد بأضعاف حتى نكون منصفين. نعم، يعني فضلت الشريف لماذا لا تقول يعني لا تتبع يعني خطاب مختلف وتقول أننا اجتهدنا قبل الثورة، يعني لم نصب بشكل أو آخر، لكن بعد الثورة وجدنا أن الأمر مختلف عما كنا نتحدث فيه. لماذا تبررون أن من نزل في الشارع، من نزل في الشارع هو المواطن البسيط وليس كما تقول أنت 8 مليون من الإسلاميين؟ شوف يا أستاذ أحمد، لا ننكر على الإطلاق أن أبناءنا من الصغار من الذين لا ينتمون إلى أي التيارات هم الذين بدأوا هذه يعني الملحمة، لا ننكر على الإطلاق، ونقول لا عيب أن نتعلم منهم، فإن الهدهد وقف على ما لم يقف عليه سليمان، ورغم ذلك لم ينقذ ذلك من قدر سليمان ولم يرفع من قدر الهدهد. ثانيا، أثنينا عليهم ودعونا لهم ثم شددنا من أزرهم. مثلا حضرتك قلت مثلا وقلت كذا، أنا قلت في اليوم الأولاني، في اليوم الأولاني وموجود على النت، قلت له يا مبارك أرجوك أن تتنحى. لماذا؟ قلت حتى لا تسفك الدماء ولا تتناثر الأشلاء، وحفاظا على كذا، وأعوذ بالله أن أكون كذا زي ما تذكرت، لكني أناشدك أن تترك المكان فورا حفاظا على مصر وحفاظا على المصريين وحفاظا على دماء الموحدين. ولذلك قلت إن بداية الملحمة الفضل بعد الله جل وعلا للشباب، لكن حسبي أن أقول إن السواد الأعظم من هؤلاء الشباب على صلة بنا يا أستاذ أحمد، وأيضا نالوا من تعليمنا بإذن الله جل وعلا، ولا ننكر على الإطلاق ولا عيب أن يكونوا قد سبقونا في خير، فنسأل الله أن يبارك فيهم ونتعلم منهم ذلك الخير. جميل. المشكلة الحقيقة من قبل التيارات الأخرى أنهم يروا أن الإسلاميين يخلطون بين الدين والسياسة، يستخدمون الدين لأغراض سياسية. يعني سألقي على مسامح حضرتك كلمة أنت قلتها في إحدى مقالاتك، قلت إياكم أن تسمعوا إلى البردعي أو لعمر موسى أو لغير هؤلاء، فإن مع الإخوان المسلمين في نداءتهم في هتافاتهم، لأنهم تقاطعوا معنا والتقوا معنا على ذلك. تمام. حضرتك بتأمر أتباعك وتقول لهم في هذا المقال قولوا نعم للدستور. لماذا؟ لأن الذين يقولون بلا إنما يريدون تغيير الدستور بأسره حتى تمحى المادة الثانية من الدستور وحتى يذهب عنا دين الله عز وجل. نقول لهم كلا وبعدا، بل نقول نعم للتعديل الدستوري حتى إذا مكن الأمر بإذن الله في الانتخابات وقفنا مع إخواننا ونادينا بتطبيق شرع ربنا، حينئذ نفوز جميعا برضوان من الله. نعم. جل وعلا. حقيقة يعني شيخ عبد الملك، يعني خطاب ديني مؤثر جدا 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 في أمر سياسي بحت، وكأنكم يعني تستقطبون بسطاء الناس وتجرون يعني مسألة نعم أو لا في التعديلات الدستورية لم يكن أمرا دينيا. لماذا خلطت في هذا الموضوع؟ شوف حضرتك ذكرت وقرأت لي نعم هذا كلامي وهذا ما قلته سواء في كل محافظات مصر، لكن فضلتك لما قلت لماذا تخلطون الدين بالسياسة، أنا بدأت معك في بداية هذه الحلقة وقلت لك يا أستاذ أحمد إن الإسلام دنيا ودين، لا تنفك الدنيا عن الدين ولا ينفك الدين عن الدنيا، وأن السياسة جزء من الدنيا وجزء من الدين. لذلك عندنا في العلوم الشرعية باب السياسة الشرعية، ولا نفصل السياسة عن الدين بحال من الأحوال. ولذلك غضبنا جدا من الرئيس السابق اللي هو محمد أنور السادات لما قال لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، ورد عليه جميع الملتزمين من الأقطار والأمصار لأن الكلمة باطلة. لماذا قلت أنا ذلك لأبناء التيار الإسلامي؟ لأن الأستاذ الدكتور مع احترامي له الوافر محمد البردعي لا ينادي على الإطلاق بما نصب إليه ونأمله، وأريدك أن تكون منصفا معي أستاذ أحمد، بمعنى أن العلمانيين يصبون إلى أشياء وأن الليبراليين يصبون إلى أشياء، كذلك يا أخي حقي أن أصبو أيضا. اسمح لي، هي الأمر حضرتك تتحدث عن منهج الإسلام بشكل عام وهو لا يعني لا يفصل بين الدين والسياسة، وليس فقط، لكن في السجال السياسي أنا أتكلم في أمر سياسي بحت ليس له علاقة بالدين. لا 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 لكن دعني أقول لا 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 تنظر إلى ما أخرج منها. الله يبارك فيك. تفضل. أنا أولا قلت هذا من عمق الدين. لماذا؟ يعني نعم للدستور من عمق الدين. لماذا؟ لماذا؟ تفضل. لأننا بقوله لا نريد حكما كحكم مبارك على الإطلاق.
الإطلاق، بمعنى لا نريد الالتفاف علينا، نحن أكثر من 80% من أبناء الشعب المصري. إذن نرغب ونتمنى الحكم الإسلامي. لماذا تريدون الحكم الاشتراكي؟ ونقول نعم. تريدون الحكم الرأسمالي؟ ونقول نعم. حتى إذا جئنا إلى الإسلام وهو رغبتنا، وربنا جل وعلا ما خلقنا إلا لعبادته ثم للحكم بما أنزل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لذلك أتقرب إلى الله جل وعلا بنصرة ديني وتطبيق شرعي. يعني أنت عندما نزلت وقلت نعم للدستور كنت تنصر الدين الإسلامي. هذا حق. وتنصر الشريعة الإسلامية. هذا حق. جميل. كان معي في إحدى الحلقات الدكتور ناجح إبراهيم وهو القيادي بالجماعة الإسلامية، وقال لي أن الحريات والعدالة الاجتماعية مقدمة على الشريعة الإسلامية، ويجب أن نطالب الآن اليوم بالعدالة والحرية لجميع الناس قبل أن نطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية. ردك على هذا الكلام. أولا جزاه الله خيرا على ما قال، لكني أقول بإذن الله جل وعلا إن الأمن والاستقرار مقدم على مطلب تطبيق الشريعة الإسلامية إذا كان الكلام يوضع في هذه البوتقة، لكن بضابط ألا تستثنى الشريعة الإسلامية على الإطلاق. ولكني أقول لابد من الأمن أولا، لابد من الاستقرار، لأنه لا يمكن أن نطبق شرع الله في حالة الفوضى وفي حالة الإرباك وفي حالة ما تكون مصر مستهدفة من كافة الأقطار والأمصار، والعيون إليها ناظرة والسهام إليها موجهة. لذلك أقول أضع في قلبي وإنما الأعمال بالنيات من حديث النبي أن ننصر دين الله جل وعلا من خلال شرعي، لكن بضابط أن نمكن للاستقرار في بلدنا أولا، حتى إذا كان هناك الاستقرار طبقنا شرع الله. وشرع الله يحوي ما ذكره الأخ، يحوي الحريات ويحوي العدل وكل الأساليب السامية وكل الحكم العظيمة وكل ما نتمناه لرفعة المجتمع سنراه في الشريعة. جميل هذا الكلام. يعني في عمومه يعني كلام لا نستطيع يعني لا يستطيع أحد أن يرده، لكن يعني تطبيق الشريعة، هل تريد النموذج السعودي مثلا في تطبيق الشريعة، أم النموذج الإيراني، أم الأفغاني، النموذج الطالباني، يعني أي نموذج تريد في تطبيق الشريعة ووجهة نظرك في هذا؟ حاضر يا أستاذ أحمد. بالنسبة مثلا للنموذج الإيراني لابد وأن تستبعده تماما، لأن هذه دولة شيعية ثيوقراطية، بمعنى دينية ثيوقراطية، بمعنى أنها يعاد الأمر فيها إلى ولاية الفقيه، ومعنى أن يعاد الأمر فيها إلى ولاية الفقيه لا يكون هناك الانتخاب ولا تكون هناك المراقبة ولا تكون هناك المحاسبة، وشأن ما يقوله ولي الفقيه كما قال الله جل وعلا، وهذا وارد في كتبهم تماما. أما ونحن عندنا في الشريعة الإسلامية الحاكم مدني لكن بمرجعية الإسلامية، أنه يؤخذ بالانتخاب، ثانيا عليه مراقبة، ثالثا عليه محاسبة، رابعا يرجى خلعه ويتمكن من خلعه إذا توفرت الضوابط التي تقول بخلعه، فنحن نختلف مع هؤلاء. تمام. أما بالنسبة للأنظمة الثانية، بالنسبة لطلب، لا أقول بذلك على الإطلاق، لا نريد تخلفا ولا رجعية ولا كذا. لماذا؟ لأن هناك بسطاء لا يقفون على الشريعة كما ينبغي على الإطلاق، ولا يقفون على المصالح، ثانيا لا يستطيعون التمييز بين المصلحة والمفسدة كما ينبغي إلا ما رحم ربي، ورغم أنهم ظلموا من أقطار كثير. بالنسبة للمملكة العربية السعودية أقول مثلا المملكة على ما هي عليه الآن هي أفضل منا حالا وأفضل من سائر الدول العربية وتعيش في رغد وسع، لكن لا أريد النموذج هذا أيضا لأنه يعاني نقصا كثيرا وخللا كبيرا بالنسبة للتطبيق. إذن أنا أريد دولة مدنية بمرجعية شرعية صالحة قائمة شبه كاملة، حتى وإن لم يتوافر فيها الكمال، لأن مصر ليست كغيرها على الإطلاق، إن مصر هي الأم للمنطقة العربية. يعني دولة مدنية بمرجعية إسلامية، بمعنى حينما أقول مدنية لا أريد توريث الخلافة على الإطلاق، ولا أريد توريث الحكم على الإطلاق، ولا نريد أن نكون عبيدا لإنسان يملكنا ثم يعطينا بعد ذلك لأبناء وأحفاده، ولكن الأمر كما قلت مدنية، بمعنى أن يكون الأمر هناك بالانتخاب، لا فرق بين الملك وبين غيره على الإطلاق. إذا كان الملك صالحا والله انتخبناه، إذا ما أساء وأفسد لا وربي أزلناه، وانتخبنا من هو الأصلح والأكفأ، فإننا نأخذ بالأصلح. ده تغير كبير شيخ عبد الملك في تفكيركم، أنتم كنتم لا تخرجون على الحاكم، أنت اليوم تقول أزلناه، يعني إذا أخطأ أزلناه، يعني هل معنى في تغير على فكرة في تفكيركم، في تغير في توجهاتكم؟ سؤال وجيه. تفضل. كلام العلماء يحمل على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل. حينما أقول أزلناه، طبعا أنا لا أتصدى ولا أتكلم باسم الكل، ولكن حينما أقول أزلناه يعني إذا توفرت الأمور التي نزيله بها وكانت المصلحة راجحة على المفسدة أزلناه. كيف تنظر إلى العلمانيين والليبراليين في مصر؟ أنظر إلى العلمانيين والليبراليين أنهم إخواننا، آباؤنا وأبناؤنا، سواء كان هؤلاء من العلمانيين أو من الليبراليين، وهم على قسمين، سواء العلمانيين أو الليبراليين.
العالمانيين بالألف أبدأ بها هؤلاء، لأنهم ليسوا من العلم على الإطلاق، ينقسمون إلى قسمين. مجموعة منهم كرهت الإسلام لمجرد أنه الإسلام، بمعنى آخر أنهم يحاربون الإسلام لأن الإنسان عدو ما يجهل، ولو أنهم اطلعوا على الإسلام وتثقفوا في الإسلام وقرأوا في الإسلام لكانوا مثلنا في تفكيرنا وفي انتمائنا لهذا الدين، لكنهم جلسوا على موائد كثيرة وأديرت رؤوسهم من خلال البعض وتحالفوا مع أعداء الدين، ولذلك صاروا لنا أعداء رغم أننا لا نكن لهم كراهية ولا نكن لهم عداء على الإطلاق، بل نتمنى أن يعودوا إلينا في أحضاننا لأننا من أبناء وطن واحد ومن أبناء دين. ودول بالنسبة لكم كفر شيخ عبد الملك؟ أبدا في نقطة، في نقطة متى يكون كافرا يا أستاذنا؟ إذا توفرت فيه والعياذ بالله يعني ما يدعو إلى كفر، بمعنى أنه إذا والعياذ بالله سخر من شرع الله جل وعلا وقال أن شريعة الله لا تصل على الإطلاق ولكنها ردة وأنها رجعية، أو اتهم الإسلام ككل في أنه لا يصلح على الإطلاق، أو أنكر معلوما من الدين بالضرورة أو ما شابه ذلك، ساعتها نقول إن كان من أهل النظر والتأمل والاستدلال ويفقه ما يقول فقد سقط الحكم عليه، وعليه أن يتوب إلى الله أو أن يموت كافرا. لكن إن كان جاهلا، وده شأن طبعا 90% من العلمانيين والليبراليين، إن كان جاهلا لا يفقه كثيرا عن الإسلام. لماذا وصفتهم بالجاهل؟ يعني كل من يتحدث من العلمانيين والليبراليين لا خليني عند دي، لماذا وصفتهم بالجهل؟ أنا لا أقصد بكلمة حينما أقول الجهل أن أذمهم مطلقا، أقصد بالجهل بالإسلام، أقصد الإضافة هنا للإسلام، لا يعلمون شيئا يعني عن الإسلام. للحقيقة كل تصريحات كثير حتى من الغلاة وعتات العلمانيين والليبراليين إذا صح هذا التعبير يحترمون الإسلام احتراما كبيرا، لا 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 يقدرون المادة الثانية من الدستور. عندي مجلات وعندي الصحف، ولو أعلم أنك ستناقشني في هذه لأتيتك بها. كاتبة تقول لن نعود إلى الرجعية والتخلف مرة أخرى، ما هذا الذي يقال في قطع الأيدي ويقال في قطع الأرجل؟ هذا كلام لا نقبله، بل هو كلام البدو. إذن إنها ترد على الله أولا، ثانيا تكذب شرع الله جل وعلا، ثالثا ترد على النبي صلى الله عليه وسلم، رابعا تسخر من أحكام الشريعة الإسلامية، ولو أتيتك لأتيتك بالآلاف وأنت تعلم ذلك. لعلها تتحدث عن أساليب، لا تتحدث عن الإسلام، تتحدث عن من يعبر عنه بشكل واضح. الشيخ الغزالي رحمة الله عليه، من أن أفهم طبعا بالطبع لا نشكك في ذلك. الشيخ الغزالي رحمة الله عليه أيضا انتقد ما يعرف بالإسلام البدوي والإسلام يعني والتفكير المروي والتفكير الرجعي، هكذا انتقد الشيخ الغزالي، هو لم يكن علمانيا أو ليبراليا. يعني أنا قرأت لهذه بدليل أنها عرضت بآيات وعرضت بأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم. شوف أنت لما قلت الشيخ الغزالي يقول، قلت لك نعم ونحن نعم كثيرا، لأن الأحكام يا أستاذ أحمد تنقسم إلى قسمين، أحكام ثابتة وأحكام متغيرة. الأحكام الثابتة لنا ولا أنت ولا حد يقدر يتكلم فيه، الأحكام المتغيرة تتغير باختلاف الزمان والمكان والأحوال والعادات والتقاليد يا أستاذ أحمد. نعم للحقيقة بعض المآخذ على خطاب السلفيين وحضرتك واحد منهم، مش هقول مسألة الخلط تاني ما بين الدين والسياسة، لكن هم يتحدثون في أمور سياسية بحتة وفي رؤية سياسية، لماذا أنتم يعني تدخلون بالأمر إلى رؤى دينية وتتحدثون بالكتاب والسنة؟ هو الرجل يقول لك أرى أن الليبرالية هي من سينقذ مصر في الفترة القادمة وهي مناسبة لمصر، مصر التي يعيش فيها المسلم بجانب المسيحي كتفا إلى كتف، ستنفع فيها الليبرالية أي أفضل من أي توجه فكري أو سياسي. ممتاز. ألم أقول لك إننا لم نفهم الإسلام كما ينبغي أستاذ أحمد عند هؤلاء؟ بمعنى أننا لو فهمنا الإسلام لعلمنا أن الله جل وعلا ما خلقنا جميعا إلا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثانيا لن أخلد في الحياة على الإطلاق، والأمور ثانوية بجوار الدين، ونحن مطالبون بالإصلاح والتنمية والاستقرار وما شابه ذلك. إذن حينما تحرمني من عبادة ربي، حينما تحرمني من تطبيق شرع ربي، حينما تحرمني من أن أتقرب إلى الله في دنياي وفي آخرتي، حينئذ أقول أنت يعني أتيت علي وقضيت علي، أنا لم أقضي عليك ولم آتي عليك كليبرالي أو كعلماني على الإطلاق، لكني أخذ بيدك إلى الجنان لا إلى النيران. ثانيا لماذا تفرض علي أن أستمع إلى رؤى العلمانيين والليبراليين ولا يستمعون إلى رؤانا على الإطلاق، رغم أن رؤانا ليست من عندنا، إنما هي من عند الله وعند النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة شيخ عبد الملك البعض يتخوف منكم بشكل أو بآخر، يعني عندما يقول أحد قيادات الجماعة الإسلامية أننا سنطهر ميدان التحرير من العلمانيين عشرين، يعني لحضرتك حتى قلت على قناة الخليجية مساء الجمعة، قلت كل واحد مراته أنا آسف يعني عطياله شبشبين يذهب إلى يذهب إلى التحرير، وواصل بأن من يذهبون إلى، وصلت حضرتك الحديث وقلت بأن من يذهبون إلى ميدان التحرير صاروا مجموعة من الفشلة.
والعيال. من الحقيقة هذا الخطاب خطاب مرير جدا جدا. أن تصف البعض بالفشل وأن هو اتضرب من زوجته فنزل من التحرير. قلت هذا أقول نعم. ثانيا قلت لك منذ قليل كلام العلماء يكون على سبيل الإجمال لا التفصيل. لو أنت استمعت الحلقة كاملة تفضل. أنا مثلا ما نمت الذين نزلوا إلى التحرير على الإطلاق وأسقطوا التغيير. أنا ما نمت الذين نزلوا إلى التحرير وطالبوا بتطبيق الشريعة الإسلامية. أنا ما نمت الذين نزلوا إلى التحرير وطلبوا بالقصاص من مبارك وما شابه ذلك. بل أتيت بعشرين نقطة تشعل عليه بأن أقل حكم فيه هو الإعدام. بل أنا ذهبت إلى شرم الشيخ وكان بالمستشفى وأنا كنت في مقابله تماما في المسجد في حضور 110,000. وانظر ماذا كتبت صحافة عن الخطبة وماذا قلت ووجهت له. لكني تحدثت عن هؤلاء الذين لا يريدون الاستقرار لأرض مصر. عن هؤلاء الذين يريدون إرباك الجيش والشعب. عن هؤلاء الذين يريدون وقيعة بين الجيش والشعب في نقطة مهمة يا أستاذ أحمد. ميدان التحرير جعله الله سببا لفضل عظيم وأخشى أن يتحول بعد ذلك إلى مكان للجحيم. بمعنى علينا أن نعود إلى استقرارنا، علينا أن نعود إلى البناء، علينا أن نعود إلى التقدم، علينا أن نعطي المجلس الأعلى الفرصة لتطبيق ما نريد، علينا أن نعطي الحكومة المصرية بقيادة شرف الفرصة أيضا. وإلا إن عجزوا أو فشلوا فإننا سنختار الأكفأ والأصلح وعلم الناس الطريق. إذا أنا ما تكلمت إلا في شرذمة بسيطة نالت من الشعب بالكلية وجعلت الشعب يخسر المليارات تلو المليارات. أتدري الخسارة وانتم في الجزيرة هو الخسارة من 25 إلى يومنا هذا زادت على 122 مليار. ولذلك قلت لأبناء بلدي نريد أن نتوحد الآن، مش كل حاجة نزل التحرير. فأنا تكلمت عن فئام من الناس أراد فتنة بين الجيش والشعب حتى يجعلنا عراقا ثانية، ولن نسمح بذلك. بالمناسبة بما تفسر أن من نزل إلى ميدان التحرير وإلى الشوارع في بدايات الثورة المصرية لم يطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية، لم نسمع هتاف واحد طيلة أيام الثورة الأول بالمناداة بتطبيق الشريعة الإسلامية. سألتني؟ خذ الجواب يا أستاذ أحمد. لأنني حينما أكون مثلا في مواجهة طاغية عظيم جبار يمتلك السلاح، المقصد الأصلي أن أتخلص من هذا أولا، ثم أطالب بعد ذلك بما يمكنني أن أقوم به. إذن كيف أطالب بتطبيق شريعة إسلامية ومن فوق هذا الديناصور الذي أريد أن أتخلص منه؟ بمعنى آخر، رجل في الشارع يريد القضاء علي من البلطجية، حمل لي السيوف والأسلحة وكذا وكذا، أنا أصرخ في الناس أولا لينقذونني منه، ثم بعد ذلك أطالب بمحاكمته. تمام. موقف الشريعة من وجهة نظرك، ونحن غدا تحديدا سنكون أمام جلسة أخرى تاريخية لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه، موقف الشريعة من محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك؟ والله الشريعة الإسلامية لا تظلم مبارك على الإطلاق، وفي نفس الوقت لا تظلم شعبا بل أمة قهرة على الإطلاق. ولذلك الشريعة لا تعترف لا بالعواطف ولا بالمشاعر. مثلا المجرم يعاقب، لكن إن نظرنا له أولاد، له كذا، مسكين، نائم، جريح، مريض، هذا لا ينظر إليه على الإطلاق. بمعنى آخر، محمد حسني مبارك أسقط أمة بأسرها. بمعنى أن مصر تتبوأ مكان الصدارة، تتبوأ مكان التصدي للمنطقة العربية، أحدث فيها فراغا سياسيا وثقافيا ودفاعيا حتى أهبطها إلى الحضيض. ثانيا، تعامل مع اليهود، تعامل مع الأمريكيين، تعامل مع والعياذ بالله مع أعداء الدين، حتى جعل المنطقة كمنظومة في أيدي أعداء الله جل وعلا. النقطة الثالثة أنه قهر شعبا بأسره على مدار 30 سنة. أضف إلى ذلك ما جرى للمسلمين. حديث حضرتك ممتع ومسترسل، لكن حضرتك قلت يتعامل مع الأمريكيين كما قلت. نعم. هل التعامل مع الأمريكان هو يعني حرام؟ لا، يعني يسبب مشكلة في الدين. شو أحمد، حينما أقول يتعامل مع كذا فأنا أتحدث في الشق السلبي ولم أتحدث عامة في التعامل مع أمريكا. أنا أتعامل مع اليهود، مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونا عند يهودي، لكن أتعامل مع أمريكا على أن أكون مظلة للمنطقة بأسرها تحت جناح اليهود. والمعلوم أن أمريكا هي الوجه الثاني اليهود، وأنها تحمل حق الفيتو في كل شيء اليهود، بدليل أنه أعطى اليهود الغاز وأعطاهم كل شيء ودمر البلاد وجعل الحدود مفتوحة لهؤلاء في كل لحظة. ثانيا أنه أدخل، يعني أنت مع القصاص منه بشكل، موقف الشريعة من حسني مبارك القصاص. يعني دعني أنتقل إلى نقطة أخرى. البعض بعض الأقباط يتهمك بأنك من المحرضين على ما حدث في إمبابة تحديدا قضية طيب. تعبير فخري، ولك حتى يعني على اليوتيوب بعض الكلام بعض الكلام القاسي للحقيقة تجاه طيب. الأقباط مصر يعني. طيب هل رأيتني أنكرت حرفا مما ذكرت؟ لا. حتى ممتاز. نبدأ بقى. أتدري حينما حدثت الواقعة في إمبابة كنت أنا في برنامج محطة مصر مع معتز مطر،
وفجأة قال لي جاني الحين بالإربيز يا شيخ زوبي في حاصل كيت وكيت وكيت. قلت أنا مستعد أقوم الآن وأترك البرنامج واتجه للإصلاح حتى ولو ضحيت بدمي، حتى لا يكون هناك متاهة بين المسلمين وبين كذا. ثانيا لو نظرت إلى صفحتي الشخصية وعددت ما ذكرته في حق الأقباط من خير أكثر من 137 مقطعا، دائما أقول لهم من البر، لهم من القسط، لهم من الإحسان. نقطة بعد إذن حضرتك. شوف يا عبد المايك، لا تتعاملون معهم لغة الخطاب وكأنهم يعني وكأنهم مواطنين من الدرجة الثانية، يعني ليست لهم حق المواطنة في هذه الدولة. لو سمعتني النهاية تفضل. قلت لهم من البر، لهم من القسط، وليس ذلك منا تفضلا. قال جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في دينه ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ثانيا أوصى النبي بالقبط خيرا، لكنه أوصى بقبط مصر مرتين بالخير في الحديث الصحيح. مش هقعد اجيب الأدلة طبعا عشان الوقت، الوارد في صحيح مسلم. وقلت هذا مرارا وتكرارا، لكن موضوع امبابة هذا زي ما حضرتك قلت كده انا سمعت عنه وانا في القناة، حتى قلت انا على استعداد. ثانيا وانا شغال بقول على استعداد اروح، اتصل علي القمص عبد المسيح بسيط الاب الروحي في الكنيسة المصرية استاذ اللاهوت، قال يا شيخ زغبي اهو بالحرف وممكن ترجع للحلقة، بحبك جدا واهلي بحبوك واولادي بحبوك احنا كلنا بحبك، ايه رأيك ان نعمل لجنة للتصالح ما بين المسلمين وما بين الاقباط ونكون احنا الايمين به؟ قلت له لا، قل عهد وابدأ معك من اللحظة لا من الغد. يا استاذ احمد هذه كان لها ملابسات، بمعنى انا كنت عاطي محاضرة في جامعة الازهر. انا لا خايف ادخل في التفصيلات وطبيعة دقيقة تفضل سريعا وراجع لقيت الشباب في المظاهرة هذه وحصل كذا. انا طلعت، انا طبعا انا حزين من شيء، من شيء مهم جدا، ما مش عايز احتقان يكون بأرض مصر بين الأقباط والمسلمين على الإطلاق، لأننا أبناء وطن واحد، بمعنى أن الوحدة تتاخد إلى كذا وتتاخد إلى كذا، هنفضل نعيش في جديد. يجي شيخ الأزهر والبرش يقبلوا بعض ويرجع تيجي المهزلة ويقبلوا بعض وتيجي المهزلة، أنا مش عايز أساس الاحتقان. أساس الاحتقان جاي من إيه؟ من مثل هذا الأمر. فأنا قلت للشباب بالحرف الواحد، أنا جلست مع المجلس الأعلى وكيف زي ما أنت سمعتها، وإن لم تحل جلست مع المجلس الأعلى؟ المجلس الأعلى للقوات المسلحة. إيه؟ بصفتك؟ بصفتي أنا رجل من الرموز كما تعلم. ثانيا وكنت موجود. النقطة الثانية قلت أهو يا جماعة إن لم تحل فبالقانون، وإن لم تحل، وأنت تعلم أن القانون ممكن يأخذ سنة ممكن يأخذ سنة. الحياة في النقطة تحديدا بعض الأحداث ممكن القانون يقول لي يا شيخ زوبي معلش دعوة بهذه المسألة. يعني ثم بعد إذنك قلت لأذهبن لإخراجنا، أقصر بذلك ليحق الاعتصام السلمي، سأذهب إلى أبناء وطني هؤلاء وأعتصم سلميا أنا والشباب لإحراج هؤلاء لإخراجه، بدليل أن جريدة الجمهورية في اليوم الثاني مباشرة في الصفحة الأولى والثالثة نزلت بيانا باسمي أني أقصر اعتصاما سلميا لإحراج أبناء وطننا لإخراج هذا والقضاء على الظاهرة دي. فيما يخص ائتلاف دعم المسلمين الجدد كانت له وقفة أمام الكاتدرائية المرقسية بالمرة. هي المرة في حياتي اللي بقول لا مش الكاتدرائية ولا ذهبت إليها على فكرة. أنا ما أنتش حضرتك ذهبت إليها. لا أنا دعني أكمل السؤال. هل أنت مع هذا الموقف أن نذهب إلى الكاتدرائية للمطالبة بالأخوات كما يقولون بالأخوات؟ خد مني يعني خطأ. عارف ليه؟ لو انت زي ما بحثت وطلعت من ورا كده كلام الاستاذ احمد، لو دخلت على موقعي ليله ما الشباب اعلنوا انه هيروحوا عند الكاتدرائيه هتلاقي ليا مقطع 12 دقيقه صوت وصوره عامله الفجر. قلت يا شباب لا يجوز على الاطلاق، ولا يجوز التوجه الى اماكن العبادات على الاطلاق، وهذا الفعل انما هو منهي عنه في دين الله جل وعلا، وانا اربأ بكم من فعل هذا، اتريدونها فتنه بينكم وبين كذا؟ وفي النهايه استجاب الشباب باذن الله وانصرف. ممكن تدي صوتك في الانتخابات الرئاسيه مثلا لمرشح قبطي لرئاسه مصر؟ ابدا. لماذا؟ شوف حضرتك قلت اهو تحترم رايي ولا ما تحترم رايي؟ طبعا ممتاز. انا احترم راي حضرتك واحترم راي العلمانيين والليبراليين، لاني فضلتك قلت لك في الاول انا رجل مسلم، ثانيا انا من علماء الاسلام من الازهر ومن السلفيه، ثالثا انا ادين لله جل وعلا بما جاء عندي في القران وفي السنه، رابعا ان كتابي وان سنتي تنهاني عن ذلك مطلقا. ازاي كان الدكتور القرضاوي للحقيقه قال يجوز للقبطي ان يتولى لا الحقيقه بس انا برد على حضرتك في هذه النقطه، قال ان يجوز للقبطي ان يتولى الرئاسه في مصر تحديدا ردا حتى على جماعه الاخوان. انا لحضرتك انت قلت استاذنا وليدنا الدكتور قال ذلك. انا معي الدليل، ان كان مع استاذي وابي الدليل فليعرف. وقال هذه ليست ولايه عامه. طب اسمعنا الله يبارك فيك، الرئاسه ليست ولايه عامه، الرئاسه هي الولايه العامه، اسمها الولايه العامه والولايه الكبرى في كتب الفقه بالاجماع. خلافه تسمى بعد اذنك من قال انها ليست ولايه عامه يبقى ما قراش فقه.
مع دينك. يعني هو الدكتور القرضاوي لا مش الدكتور ابدا الدكتور عمره ما يقول دي لان قرئ كتب سليم العوا قال كده لا 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 مش جاب سليم العوا انا بتكلم على دكتور متخصص عالم بعد اذنك عشان ما ندخلش في الناس بس خد من الاول عشان الكلام ما يروحش وابقى ما وصلتش للناس ليه انا ما اقبلش قبطي على الاطلاق انا اسالك سؤال قبل ما اجيب لك الادله الشرعيه هل تقبل امريكا ويقبل اوباما ان يذهب الزغبي وان يصير رئيسا للولايات المتحده اسالك بالله اجب امام الجمهور الديمقراطيه تقبل امريكا وهي الدوله الديمقراطيه الراعيه للديمقراطيه تقبل امريكا لرجل مسلم ان يتبوا رئاستها ستقول لا هل تقبل فرنسا لرجل مسلم ان يتبوا زعامتها ستقول لا لان الديمقراطيه تقول الاغلبيه لم تقبل هذا انجلترا لم تقبل هذا اليهود لم يقبلوا يعني الاغلبيه لو قبلت هذا ما عندكش مشكله لا في نقطه الاغلبيه لم تقبل لانها تدين لله بما قال الله وقال النبي يعني لو قبلت الأغلبية أن يكون هناك يعني حاكم مسيحي لمصر ما المشكلة على فكرة في نقطة في نقطة لو كانت الأغلبية لا تفقه في دين الله جل وعلا وبحاجة إلى أن أعلمها الدليل معلش أستاذ من احترم رأي هذا وبحاجة إلى أن أعلمها الدليل سأصبر حتى يصل الدليل لكن النقطة بلك يا أستاذ أحمد من الاستفتاء على التعديلات الدستورية أن الشعب المصري متفوق جدا ناضج جدا يريد الإسلام وفقط وبعدين أنا مش بكرة بقطع في الأقباط أو أصدر الأقباط بالعكس هم أبناء جلدتنا هم أبناء وطننا الحقيقة كانت معايا أمس في هذا البرنامج الدكتورة سعاد صالح وقالت أنه ليس هناك أي مشكلة في الدين الإسلامي بأن تكون على فكرة الحاكمة يعني حاكمة الدولة وقالت يعني دعني أكمل هذا الأمر أن تكون سواء أن يكون قبطي أو حتى امرأة يعني هكذا قالت إذن لي لا يحق لي أن أتحدث باسم الإسلام ولا للدكتورة سعاد أن تتحدث باسم الإسلام ولا للدكتورة وهي أستاذة لبقية المقابلة لا عايز أقول لحضرتك وإحنا الله الحمد معنا إجازات أعلى من السقف هذا اللي عايز أقول لك يا أستاذ أحمد لا يحق لإنسان على الإطلاق أن يتبوأ صدارة عندنا الدليل قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من معه الدليل نحمله على رؤوسنا من خلى كلامه من الدليل فقد خلى وبالنسبة للمرأة بعد إذن عبد الملك ما احترامي للدكتور القرضاوي لأن والد وحبيب وما احترامي للدكتورة سعاد لأن كافة الناس لهم الاحترام مننا المرأة موقفكم يعني من المرأة ورئاسة ما تقولش موقفكم موقفي أنت شيخ من شيوخ الشرقية وتعبر عن هذا التيار أي نعم وفي كل الدول العربية المرأة هي أمي المرأة هي ابنتي المرأة هي أمي يعني وعمتي وخالتي وهي الجوهرة المكنونة واللؤلؤ المصونة أقول إن الله جل وعلا رفع عنها أمورا كثيرة رفع عنها الجهات لأن فيه المشقة وهي ضعيف رفع عنها الجمعة تقبلها رئيسة للجمهورية شيخ عبد الملك لا طبعا ولاية كبرى لا وعلى فكرة مشان تقبلها رئيسة وزراء على فكرة استنى الأول قبل يدي ما تكملش الأزهر فتوى الأزهر الشريف يا ريتك تطلع الحين أو تأمرهم يطلعوا الحين فتوى الأزهر إجماعا المنعقد على أن المرأة لا يتصح ولايتها العامة على الإطلاق لا تكون رئيسة للجمهورية بل الفتوى معدة من الأزهر وصاغها الشيخ عطية صقر بأن المرأة ليس لها حق الاستفتاء أنا قلت بعد إذنك حق الاستفتاء لا أنا قلت لها حق الاستفتاء الأزهر بقيادة الشيخ عطية لما كان التجمع هذا ومصوغة موجودة عندك انه قالوا حتى بالنسبه لحق الاستفتاء ليس لها الحق انا قلت لها حق الاستفتاء انا قلت لها حق الاستفتاء ولا حتى رئيسة وزراء لا ولا رئيسة وزراء ولا حتى على الرغم ان جماعه المسلمين قالوا نريدها تصل الى رئيسة وزراء يعني على مع احترامي لهم نريدها طبيبه بارعه نريدها يعني استاذه يعني يرى البعض ان يعني هذه نظره متدنيه جدا أبداً للمراه يعني ابدا على فكره بتتهم يعني الاسلام بان نظرته متدنيه لا لا لا, 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 لا يعني اسمح لي لا بلاش حكايه نتهم الاسلام لا اتحاور معك أحمد مع رؤى الشيخ انت ممكن تقول لي ايه الملك لا لا ممكن تقول لي ايه بس النظرة دي ممكن يفهم منها كده لكن لا أحكم أنا عليها أتحدث عن رؤات لو سمحت أصلا أنت حكمت يعني عليها حتى كلمة هذا الأمر هو الخطاب الذي يرفضه البعض أنت تتهم الإسلام يعني ماذا تقول هذا أنا أتحدث معك ومع رؤات في نقطة مهمة جدا يا أستاذ أحمد يعني أهلنا والكثير من أهلنا ربما لا يقرؤون كثيرا في الفقه وربما لم يقفوا عن أمور فقهي أتعلم خذ مني بقى عشان تقول لي الشيخ فلان أو الدكتورة فلان أتعلم في بداية الفقه وفي أيضا بداية المجتهد المجلد الثاني ترى إجماع المالكي وترى إجماع الحنابلة وترى إجماع الشافعي في المسألة على أن المرأة لا يصح أن تكون قاضية بل إن كانت قاضية وحكمت في أمور يأثم من ولاها القضاء مش كده وبس على الإطلاق وهذه المرأة لا يلزم بتطبيق أحكامها على الإطلاق لأن ليس لها ذلك في آراء أخرى بتقول عكس ذلك من عجل الشيخ القرضاوي أنا قلت له آراء على فكرة على فكرة وبالتأكيد هو البقص من قدر في الإسلام في هذا الأمر أبداً بس أنا ما أقول لك أنا ما قلتش أني اللي بحمل الفكرة دي أنا بقول لك أنا بنقل لك رأي الجهابذة اللي درست لهم فضيلة الدكتور وأنا درست لهم وإن إحنا بجوارهم نمل يمشي على الأرض
أردت أن أقول يا أستاذ أحمد لا يجوز لنا على الإطلاق إن إحنا نحتقر أو نزدري أقوال الفقهاء خاصة إذا كان هذا قول الجمهور في مسألة، ولكن نقول إيه يا جماعة إيه رأيكم لو نظرنا في كذا ثم تبحث المسألة، فحينما يجتمع عليها الكل بإذن الله من خلال دلالات النصوص ودلالات السنة أقول لك على عيني وراسي ما دام الكل أجمع على ذلك أو وجد المصلحة في ذلك. إيه رأيك ننتقل إلى نقطة أخرى؟ أيوة أحسن يعني حتى لا تتهمني باحتكار. لا والله لا 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 مرة أخرى. لا لا أنا أصدق يا أستاذ أحمد أنت ما تقول لي هذه نظرة كذا يبقى والعياذ بالله لا قول لي مثلا ممكن يفهم منها كذا. حقيقة أنا مسلم مثلك وأحترم الإسلام، يعني أن تكون هذه الاتهامات موجهة بهذا الشكل لا. هذا ما يخاف منه البعض من الخلفيين. أعلى يا أستاذ أحمد. نعم العفو، ولكن ننتقل إلى مسألة إصلاح الأزهر الشريف. أنا أعلم أنك لك رؤية في هذا الأمر، والحقيقة أنا النهاردة يعني كنت مستغرب أن أنت تلبس اليوم الزي نعم. الأزهري نعم. المعروف به رجال الأزهر، دلالة ذلك بالنسبة لك إيه؟ دلالة أنا ألبسه منذ فترة طويلة يا أستاذ أحمد، ألبس هذا وألبس اللبس الثاني حتى لا يقال أن الزبي يتجمد كما ذكرت فضلتك لجهة بدوية أو لجهة كذا. ليه؟ لأن اللبس اللي هو حتى السعودي هذا ما هو اللبس الشرعي على الإطلاق، وليس عليه دليل لا من كتاب ولا من سن. ثانيا هذا لبس أيضا لا هو اللبس الشرعي على الإطلاق لا من كتاب ولا من سن، ولكني أعتز به اعتزازي بأزهرياتي باعتباري حاصلا على الإجازة العالية من جامعة الأزهر. ثانيا ألبس الملبس الثاني على اعتبار أن هذا شيء الأزهر يعني لكن بالنسبة للأزهر، الأزهر بحاجة إلى عدة أمور يا أستاذ أحمد. أول حاجة لابد من استقلاله علميا وماديا حتى لا يتعرض التسييس والضغوط مرة أخرى، فإن الأزهر تعرض في أنظمة الحكم الثلاثة الماضية لضغوط سياسية أفقدت الناس الثقة في فتوى الأزهر، ولذلك ظهر المتطرفون وظهر المغالون وظهر المفرطون أيضا، ولولا موات الأزهر لما ظهر هؤلاء على الإطلاق، لأن الأزهر هو القلعة الكبرى في منطقة العرب بل في العالم بأسره وهو المؤسسة العظمى، ولذلك الأزهر تعرض لهذه. إذن لابد من استقلال الأزهر علميا وماديا. ثانيا لابد وأن يكون شيخ الأزهر بالانتخاب وليس بالتعيين على الإطلاق، يعني ما ينفعش مثلا أجيب واحد يكون مثلا كان في النظام السابق أو كان عضو لجنة سياسة مثلا أنا لا أقصر أحدا على الإطلاق إلى آخره، لأن هو الشيخ أحمد الطيب هو والد. هذا والد كان عضو هذا والد أنا لا شوف أنا قلت إيه، أنا بقول مثلا هذا والد. إذن لابد من الاستقلال ماديا وعلميا. ثانيا يكون رئيس الأزهر بالانتخاب وليس بالتعيين. ثالثا يا أستاذنا لابد من إجماج الأمور الأخرى مع الأوقاف والوعظ وما كان والفتوى أن تكون تحت مشيخة الأزهر. رابعا أن تعادي الأوقاف المسلوبة من الأزهر إلى الأزهر مرة أخرى. خامسا أن يوقر أبناء الأزهر من خلال القضاء على المسلسلات والأفلام التي تهين الصورة الأزهرية وتظهرها مزرية للغاية. خامسا أن يعامل أبناء الأزهر من العلماء والدعاء كمعاملة القضاة على الإطلاق، فليسوا أدنى منهم بحال من الأحوال. تعليق على جزء سأقرأه عليك من وثيقة الأزهر يعني يدور حولها الجدل. يقولون في هذه الوثيقة في أولا دعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة التي تعتمد على دستور ترتضيه الأمة يفصل بين سلطات الدولة ومؤسساتها الحاكمة ويحدد إطار الحكم، يعني ثم بعد ذلك قالوا بحيث تكون سلطة التشريع فيها لنواب الشعب بما يتوافق مع المفهوم الإسلامي الصحيح. رأيك في هذا الكلام؟ شوف يا أستاذنا يعني هذه هي نظرة تقدم بها شيخ الأزهر ومن معه، لكنها لا تعبر بالضرورة عن الأزاهرة إجماعا على الإطلاق، إذن ليس عليه. ثانيا يعني هي يعني رؤية خاطئة؟ لا ما قلت خاطئة، أنا قلت عبر بعض الأشخاص عن مقترح جزاهم الله خيرا يساهمون بهذه الصورة أو بهذه الرؤية، لكن الأزهر بأسره لم يقدم هذه على الإطلاق بدليل أنه لم يكن هناك اتفاق من أبناء الأزهر وعلمائه على هذه. ثانيا أنا أرى أن مثل هذه الأمور يجب أن تقدم من الحكومة أو من الدولة ثم تعرض، وبعد ذلك يكون عليها استفتاء كما كان على التعديلات الدستورية حتى ينظر إلى عوام الشعب هل هم يرغبون ذلك أستاذ أحمد أم أنهم يرفضون ذلك. أشكرك شكرا جزيلا وسمحني الشيخ. أنا أحبك في الله ولا أقصد شيئا. الله الذي أحببتني من أجلي. أشكرك شكرا جزيلا الشيخ عبد الملك شرفنا أستاذ أحمد الداعية السلفي. شكرا الله لسعادتك. شكرا جزيلا كما أشكركم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، دمتم في رعاية الله وأمني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.